بصوا، لقيت ايه النهارده في رغيف العيش؟ والله بالصدفه بجد، ببص على رغيف العيش لقيت ده فيه بجد سوسه في رغيف العيش من تحت. فانا صورت الفيديو والله العظيم مش عشان خاطر حاجه، انا صورت الفيديو يعني عشان كل واحد يخلي باله كويس ويبص في الحاجه قبل ما ياكلها، مش ان احنا ناكل وخلاص، مش ان احنا بنفتح الفاكهه وناكلها وخلاص، لازم نركز في الحاجه اللي احنا بناكلها، لازم نبص فيها كويس من فوق من تحت من جوه، هو مش أكل وخلاص. والله زي ما انتوا شايفين قدام منكم كده، كانت في رغيف العيش من تحت، فياريت نبص كويس في الحاجة اللي احنا بناكلها قبل ما ناكلها، ياريت نركز في الفاكهة كمان اللي احنا بناكلها، عشان في فواكه كتير فيها يعني فيها حاجات كتير بتبقى من جوه، فياريت نركز كويس في الحاجة اللي احنا بناكلها، نبص فيها مرة واتنين وتلاتة قبل ما ناكلها، هو مش